بالريشة بترجم كل حالات النفسية، وبالريشة بتسلق للأفق البعيد وبمتطي خيول لا يمكن إنسان، يعني الحمد لله الله سبحانه وتعالى جعل الموهبة متنفس من هالواقع الأليم، وإن من خلال الرسومات بحسن حلق كطير في كبد السماء، وبحسن أرصد أدق التفاصيل من خلال نظرة واحدة. طبعا هاي من خلال ممارستي للرسم الحمد لله، ممكن التقط صورة عابرة بذاكرتي مباشرة، بحفظها بذاكرتي وبرجع برسمها ترجمها على أرض الواقع، فلذلك كانت الرسم مريح لنفسيتي أكثر. اللوحة أنا بعتبرها لوحة شاملة ومعبرة وفيها نوع من التحدي والألم والأمل بصورة واحدة. لاحظنا أنه الآونة الأخيرة مرت على البلاد العربية وخصوصا سوريا بالتحديد كوارث طبيعي وكوارث إنسانية إن صح التعبير قام بها الإنسان، الحروب وما شابه ذلك. لاحظنا أنه الأرض فيها زلزال، ولاحظنا أنه بالصورة كمان في فسحة أمل في أعلى في قمة الجبل، وهناك بيت شعر بيقول من يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر. هي لوحة تشكيلية قدر ما لحد ما بتعبر عن الواقع اللي احنا بنحيه اللي عايشين بالخيام، رغم عنا جاءت من الكوارث الطبيعية عززت هذه الإقامة بالمخيمات، ومع ذلك ما زلنا في حالة تحدي وحالة صراع مع الواقع المرير حتى نصل إلى إن شاء الله إلى فسحة الأمل المنشودة لكل الأجيال والأجيال القادمة بإذن الله تعالى. شهداء قيصر ما بدي أقول لهم بصمة في داخل في أعماق من جوا، لهم بصمة في داخل كل سوري. طبعا في فترة غيابهم تركوا أثر عميق جواتنا لحنا، لوعة وفراق وشوق وحنين للقائهم. لكن عندما صدرت هذه اللوحات أو هذه الصور على شريط زادت الحرقة في نفوس السوريين. هذه الشخصيات كلها من قريتنا، عشتهم أنا وعشت معهم وحسيت من معاناتهم، وفترة غيابهم عنا زاد شوقنا لهم. وعندما صدرت صورهم بهالأشكال هاي فعلا تركت بصمة حزينة ومؤلمة في جواتنا. فأنا بدرت في ليلة واحدة أن أرسم هالصور هاي، وقدر الإمكان أن وصل معاناتهم اللي عانوها هنو أن وصلهم بهالصورة المؤلمة، على وعسى عين الإنسانية تنظر لهم بهذه الرأفة والشفقة.